طيب، احنا توقفنا المحاضرة الماضية انه احنا ممكن نستخدم اللانجويج موديل انه عشان نحدد انه هذا التكست هو وول ستريت جورنال اور نوت. وهذا كلام ذكرنا انه ممكن نحدد انه التكست هذا ينتمي لدومين معين او لا. يعني احنا كان في عندنا يعني لانجويج موديل معين، وانه هذا التكست انه شفنا انه حسب البربلكسيتي زي ما ذكرنا، اذا كانت البربلكسيتي اقل او لا، يعني بهذا الشكل. يعني جزئية الأوفر فيتينج، إيش هو مفهوم الأوفر فيتينج؟ الأوفر فيتينج للناس اللي درست ماشين ليرنينج هو تريننج بيصير حافظ مش فاهم بالضبط، فبالتالي بيطلع accurate result على داتا سيت معينة، اختلف عليه الوضع بيطلع نتائج بالضبط، في شيء في جنراليزيشن. تمام، وكثير من الباحثين للاسف بيقعوا في المشكله هذه، انه بيروح بينشر بيدعي انه هو حصل نتائج انه يعني اكوريت، او انه نتائج انه يعني كثير ممتازه، ولكن فعليا صار فيها اوفر فيتنج. يعني كل ناجح في مجال او نطاق معين نعم. طيب، مشكلة الزيروس كيف نتعامل معها؟ احنا توقفنا هنا المحاضرة الماضية، وعلى سبيل المثال انه تخيل معايا انه انت عندك في التريننج داتا سيت انه انت عندك denied the allegation، denied the report، denied the claims، denied the request. تمام، فبالتالي هنا انت عندك صيغ مختلفة للدينايد، وهنا عندك اشياء مختلفة جاية بعد الدينايد. فبالتالي انه البروبابيليتي عندك انه دينايد ذا اوفر بتساوي زيرو، انه اوفر جيفن ذا دينايد ذا زيرو. ليش زيرو؟ لانه مش موجودة في التريننج سيت. صح يا جماعة؟ صح. فبالتالي لو صادفتني انه هي موجوده اصلا denied the offer denied the loan، فبالتالي انه البروبابيلتي تبعتها راح تصير زيرو. كيف؟ في التست ست احنا بنيجي، يعني انه مش لما نيجي نحسب perplexity بنيجي نحسب probability. تمام، شو البروبابيلتي تبعت انه offer given that انه denied that؟ عبارة عن زيرو. وحكينا انه بدنا نروح باتجاه الجنراليزيشن ونتخلص من الزيروز هدول. فواحدة من الطريقة هذه اللي هي السموثينج حكينا، اللي هي add one plus، بالاضافة لطريقة تانية احنا حكيناها قبل هيك اللي هي اللوج. صح، حكينا انه احنا نحول المجال تبعي للوج سبيس بنتخلص من مشكلة الزيرو في الحساب. ولكن في انا عندي طريقة تانية اللي هي الاد وان، او بسموه اللابلاس سموثينج. ايش الطريقة هاي اللابلاس سموثينج؟ يعني على سبيل المثال انه انت عندك هنا البروبابيليتي تبعت الورد هذه denied given that denied ان تكون denied allegation denied report claims request، انه الكاونتس تبعتهم كانت 3 2 1 1 والتوتال تبعهم 7. فبالتالي لما نيجي نحسب probability بنقول 3 على 7، هنا 2 على 7 زي هيك.
وهذا الهيستوغرام تبعها زي هيك. هدول مش موجودات. denied the attack, denied demand, denied the outcome, هدول zeros بهذا الشكل. فبالتالي فكرة اللابلاس ترانسفورميشن أو السموثينج إنه إحنا بناخد شوية من البروبابيليتي عشان نعمل جنراليزيشن أفضل. بمعنى إنه خلينا ناخد هذه كانت ثلاثة، خلينا ناخد منها نص، هاي أخذنا نص من هاي كانت ثلاثة صارت اثنين ونص، وأخذنا نص من هاي كانت اثنين صارت واحد ونص، قديش صار معاي؟ واحد نص ونص. والكليمز كانت واحد أخذت منها نص، والريكوست كانت واحد أخذت منها نص، هاي كمان قديش؟ بالضبط اثنين. فبالتالي هنا حطيت اثنين للأدرس لباقي الكلمات، انه انا هدول اخذت من البروبابيليتي تبعتهم وحطيتها هنا بهذا الشكل. عليكم السلام. حقيت التوتال باقي سبعة، ما فيش فيه اي اختلاف او تغيير. فالفكرة تبعته انه كيف انه يعني نعمل استيميشن للاد 1، انه الماكسيموم لايكلي هود استيميشن المعادله تبعتها زي هيك، انه الكاونت تبعت الورد اي مع الورد اي ماينس 1 على والورد اي على الورد اي ماينس 1. تمام، هنا بدنا نصير انه نزود واحد ونعمل نورماليز بالفوكابلري سايز بهذا الشكل. هاي الاختلاف بس. يبقى هذه البروبابيليتي استيميشن العاديه اللي احنا كنا يعني نستخدمها في الحساب سابقا، ايش اللي اختلف عليها؟ اختلف عليها انه احنا في البسط بدنا نزود واحد اللي هو لابلاس سموثينج، وبدنا نعمل كذلك انه نورماليز بالفوكابلري سايز. فعليا راح تصير الزيروز انا عندي وحايد بهذا الشكل. يعني الاختلاف هنا هدول كله اللي بدون الأزرق هذا كان زيروز، إيش صار؟ إنه صار عبينا وحايد وحايد بهذا الشكل. بالضبط بالضبط. هجيت نيجي نحسب الاستيميشن، نطبق نفس الفورميلا اللي شفناها قبل شوي، بطلع أنا عندي زي هيك. تمام؟ بروح بعمل reconstructed counts بهذا الشكل. هذه كانت قديش؟ أعتقد كانت خمسة صارت 3.8 صح؟ هاي لو قارناهم مع بعض، هذه خمسة صارت 3.8، هذا كله زيروز، إيش صار؟ لا في probability صارت موجودة. تمام؟ هذا كان 827 صار 527 وهكذا. تمام. فالفائدة منها انه باختصار انه بتديني جنراليزيشن افضل، وفي نفس الوقت انه احنا بنتخلص من الزيرو probability، انه الكلمات اللي مش عمريش انا شفتها في التريننج كورس انه بصادفها في التست. تمام. ولكن هذه الانسترومنت او انه الطريقة هذه يعني إلها يعني سلاح ذو حدين زي ما بقول، فبالتالي بقدرش ان انا استخدمها مع الانجرامز، فقط بستخدمها مع اليونيجرامز. تمام. في الانجرامز حنشوف طرق افضل من هيك. هذه متى بتكون مفيدة انه انا اطبقها؟ لو انت بتطبق تاسك زي التكست كلاسيفيكيشن، او في دومين انه يعني صغيرة وفيش فيها a lot of zeros، على ذلك بتصير الطريقة هاي مش مجدية، يعني انه انت تطبقها في تاسك تانية غير التكست كلاسيفيكيشن مش مجدية انه انت تطبقها. الافضل من ذلك انه احنا نستخدم طريقة تانية. هيك احنا بنكون خلصنا، يعني هاي السلايد هي القفلة تبعت لابلاس سموثينج.
بدنا نشوف طريقة تانية اللي هي الأفضل اللي بدنا نستخدمها مع الأنجرامز اللي هي الانتربوليشن أو الباك أوف، تمام؟ والويب سكيل لانجويج موديلز. طيب الباك أوف والانتربوليشن في بعض الأحيان إنه مفيد إنه إحنا نستخدم كونتكست أقل، لأنه أنت كل ما كان الكونتكست أنت عندك أقل معنى ذلك أنه أنت احتمال أنه أنت تكون شفته في الترينينج أعلى، لكن كل ما طولت الكونتكست عندك احتمال أنه أنت تلاقي نفس الكونتكست الطويل هذا أنه زيه إكزاكت أنه البروبابيليتي تبعته أقل بكتير. هجيت الباك أوف، شو مفهوم الباك أوف؟ تراجع، أنه بدنا نستخدم الترايجرامز إذا في عندنا جود إيفيدنس أنه البروبابيليتي استيميشن تبعه كويس، اذروايز نزل لي الاوردر شويه، استخدم بايجرام، اذروايز استخدم يونيجرامز. معنى ذلك انه انت بدك تجرب باطول كونتكست لقيت انه البروبابيليتي استيميشن سيء نستخدم الاوردر الاقل بايجرامز، لقيت انه لا سيء نستخدم اليونيجرامز. هذا مفهوم الباك اوف. شو يعني انه بيبدا مليون جرام؟ الحساب احنا بنحكي في الاستيميشن، اما في الحسابات زي ما انت بتقول تمام. في عندي حل تاني انه احنا نعمل انتربوليشن، يبقى مفهوم الباك اوف راح نستخدم واحدة بس، يا إما 3 جرامز كانت الاستيميشن سيئة نستخدم يوني جرامز، سيئة نستخدم بايك 3 جرامز، سيئة نستخدم بايجرامز، سيئة نستخدم يوني جرامز، يعني بنستخدم واحدة من الثلاثة. هاي مفهوم الباك أوف بالتدريج، يعني إنه بنقلل الأوردر واحدة واحدة، بنتراجع الأوردر واحدة واحدة. مفهوم الانتربوليشن لا، بدخلهم كلهم في الحسبة، بعمل كومباينيشن بيناتهم. الانتربوليشن مفهومه انه انا فعليا بعمل كومباينيشن بين اليونيجرامز والبايجرامز والتريجرامز. كيف بيكون شكل المعادلة؟ بيكون بهذا الشكل، وبالمناسبة انه بيعطي نتائج افضل يعني بشكل عام. انه هاد عبارة عن ايش؟ conditional، بس ايش الاوردر؟ 3 جرامز، وهذا بايجرامز، وهذا يونيجرامز. ايش في عندي؟ لمدة 1 2 3. هاي مفهوم الانتربوليشن، انه انت بتدمج البروبابيليتي تبعت الثلاثه مع بعض، بس كل واحده بتعملها بويت معين، فبيضل انه احنا طبعا السميشن تبع اللمدة بيساوي 1 كله، فبالتالي انت ممكن تدي ويت للتري جرامز أكثر من اليوني جرامز، أو يكون العكس حسب الوضع. كيف بدنا نعمل استيميشن لهاي الشغلة؟ هنشوف هالجيف. يبقى هنا اللامدا كونديشنال استيميشن إنه بتكون على حسب الكونتكست، بتكون بهذا الشكل. كيف بدنا نعملها استيميشن؟ طبعا التست ديتا بلمسهاش خالص. نعم، مش انا عندي هاي الكمبيوتيشن بدي احسبها انه يعني انه هذه انه يعني تحسب حسب التريننج كوربس، صح؟ بضل هدول قديش القيم تبعتهم اللي بتعطيني افضل استيميشن، والاستيميشن احنا وين بنعمله؟ على التست، بس هيك بيكون غش، صح؟ صح ولا لا؟ فعشان هيك في عندي طريقة في الماشين ليرنينج انه انا اقسم البيانات لثلاث اقسام بالضبط، ترين وفاليديشن وتست. يعني على سبيل المثال انتوا كلكم اخذتوا داتا مايننج، صح؟ او معظمكم اخذتوا داتا مايننج،
تمام، ومر عليكم الكي ان ان صح. قديش قيمه الكي؟ قديش قيمه الكي اللي بتعطيني افضل اكيورسي؟ مش هذا عباره عن، هذا بنسميه هايبر باراميتر للالجوريثم. ايش يعني هايبر باراميتر؟ انه هو عباره عن مدخل للالجوريثم محتاج انه انت تحدد قيمته. تحدد قيمته بناء على ايش؟ على التست بيكون غش. فايش بنروح بنسوي؟ بنروح بناخذ جزء من التريننج وبنروح بنجرب مره الكيب 3، مره الكيب 5، مره الكيب 7، مره الكيب 9، وبشوف الاكيرسي لكل واحدة فيهم. افضل واحدة هي اللي بعتمدها، هيك انا بكون ايش مسكت التست خالص. ساعتها افضل واحدة بروح بطبقها على التست وتطلع النتيجة زي ما تطلع. تمام؟ وهنا نفس الفكرة في اللامدا. ايش الافضل فاليو لكل لامدا اللي بتحقق لي افضل probability estimation في اللانجويج موديل؟ بنروح بناخذ جزء من البيانات، مره بنجرب قيمه اللامدا كذا، مره بنجرب كذا، مره بنجرب كذا، وبناخذ قيم اللامدا اللي بتعمل لي ماكسمايزيشن للبروبابيلتي، بتحقق لي افضل نتائج في اللانجويج موديل. تمام؟ فيش يعني انه لا طبعا بطبيعة الحال بتقدرش انه انت يعني معادلة تطبقها بالضبط. بدك تعملها يعني تعملها اوبتمايزيشن انه توجد افضل لامدا. ايوه يعني هاي تشوز لامداز تو ماكسمايز ذا بروبابيلتي اوف ذا هولد اوت داتا سيت. تمام؟ طيب نعم نعم كيف الفاليديشن اللي هي الهولد اوت داتا هي الفاليديشن؟ صحيح صحيح. البروبابيليتي محسوبة يعني حسب تكرار الكلمات، قديش كل كلمة تكررت. كيف؟ من التريننج داتا بالضبط. الفاليديشن لا، الفاليديشن بس معمولة لللامدا، بس ماخدينها لل يعني بالضبط. عشان تتحدد الويت بدك تحدد انه تدي ويت اكتر لليونيجرامز ولا البياجرامز ولا التريجرامز. تمام؟ يبقى هي عبارة عن search problem، search for lambdas اللي that gives the largest probability to hold out dataset. تمام؟ يبقى عشان تكون مصحصح معايا، احنا ايش المشكلة تبعتنا؟ المشكلة، اول مشكلة واجهناها انه انت عندك في التريننج موجودة يعني انه كلمات معينة. تمام؟ وفي التست في موجودة كلمات مش موجودة في التريننج. هنا لما نيجي نحسب البي بي ال، احنا بنعتمد على اللانجويج موديل اللي تم بناؤه من التريننج، وهذا البروبابيلتي تبعته زيرو، فبالتالي احنا ايش بنستخدم؟ سموثينج. صح؟ يبقى السموثينج ايش بيحل لي مشكلة؟ بيحل لي مشكلة ان الكلمات اللي موجودة في التست ومش موجودة في التريننج. تمام؟ ايش اخذنا في السموثينج؟ كم طريقة؟ ثلاث طرق. الطريقة الأولى اللي هو اللابلاس سموثينج، بنزود واحد للكل، فبالتالي صار في انا عندي سموثينج للزيروز بروبابيلتيز. الشغله الثانيه الباك اوف. ايش مفهوم الباك اوف؟ انه انت بتجرب الهاير اوردر، طلع الاستيميشن سيء بتنزل في الاوردر، طلع سيء بتنزل في الاوردر وهكذا، بس بتستخدم واحده. وفي عندي الاسلوب الثالث اللي هو انتربوليشن. ايش بسوي؟ بعمل كومباينيشن بين الثلاث شغلات هذول. حاجات هذه
مشكلة. في عندي مشكلة تانية، إيش هي؟ اللي هي الأوبن دومين والكلوز دومين. Open versus closed vocabulary task. احنا يا جماعة هنا بنحكيش على train و test، احنا بنيجي بنحكي على استخدام ال language model في task معين. يعني على سبيل المثال في السبيش، في السبيش انت اجيت عملت ديكود لكلمة دور، تمام؟ هيت الكلمة هذه اجا يتطلع فيها في اللانجوج موديل، هذا في التاسك، تمام؟ هنيجي نحكيش في التست، مش انه ترين وتست. حكينا انه الترين والتست هذه بس انه انت بتقسم، انت عندك ال 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 داتا سيت عشان انه انت تعمل تيست داخلي، اما التيست الحقيقي انت بدك تعمله خارج عشان انه انت تقول قديش اللانجوج موديل هذا انه كويس. فهجيت الدور هذا اجيت انت تطلع في اللانجوج موديل مش موجود. نقدر نحسب بروبابيليتي؟ ففي انا عندي طريقة انه انت يا اما بتتعامل مع تاسك بيكون الفوكابلري فيكست، وهذه الحاله بتكون انه كلوزد فوكابلري تاسك. زي ايش مثلا؟ زي الكوماند سيستم، يعني زي نظام اللي انت بتدي له كوماند، كوماندز افتح الباب سكر الباب، افتح الضوء سكر الستاره، كلهم على بعضهم 70 50 كلمه، فبالتالي هذه كلوزد دومين، الفوكابلري ثابت. فبالتالي اي كلمه اي اوتبوت راح يطلع من سبيش ريكوجنايزر مش راح يطلع عن السبعين هذول، فبالتالي خلاص انت مشكلتك محلوله. لكن لو انت بتشتغل في دومين اوبن، ان انت بتعمل ديكود لسبيش، والسبيش هذا ممكن يكون يعني عباره عن نشره اخبار وبالضبط هذه يعني دومين مفتوح، فبالتالي بدك تتعامل مع حاجة اسمها OOV Out of Vocabulary Words، كلمات خارجة عن الفوكابلري تبعك، عن قاموس المفردات تبعك. قاموس المفردات اللي هو انه انت كل الكلمات هذه، احنا في فرق بين الفوكابلري والتوكنز. ايش التوكنز؟ اللي هي كل الكلمات، اما الفوكابلري اليونيك توكنز بالضبط. فبالتالي هدول عبارة عن list of unique words، هذا بسميها الفوكابلري تبعي. فبالتالي انا في الاوبن دومين او الاوبن فوكابلري تاسك في عندي امكانيه انه اتعرض انه الكلمه هذه تكون اوت اوف فوكابلري، خارج الفوكابلري، فكيف بدي اتعامل معها؟ بروح بعمل unknown word token زي هيك، بعطيها هذا التاج، زي ما احنا بنعرف بدايه السنتنس زي هيك ونهاية السنتنس انه EOS end of sentence مثلا، او بنسكر السنتنس بتاج زي هيك بتاج، تمام؟ هنا بروح بعرف unknown token UKN، تمام؟ طيب يبقى بروح بعمل انشاء للكسيكون، يعني كيف اعمل تريننج على كيف بدي احسب البروبابيليتي تبعتها، انه بروح بعمل فيكست لكسيكون ال، السايز تبعه في اللي هو الفوكابلري تبعي، كل اللي صادف اللي الكلمات اللي موجوده انا عندي في القاموس. بعدين عند التكست نورماليزيشن فيز، في اي تريننج وورد تمام مش موجوده في اللكسيكون بروح بغيرها ل UKN، تمام؟
بروح بعمل ترين وبحسب البروبابيليتي كأنها نورمال وورد. وفي الديكود تايم بستخدم اليو كي ان probability إذا الورد لأي كلمة مش موجودة في الترين. كلام مش واضح صح؟ كيف؟ بالضبط. هاي جملة تمام؟ أجيت أنت عندك في النورماليزيشن تيجي بدك تعمل نورماليزيشن للجزمة. أجيت أجيت فحصت هاي موجودة في القاموس، هاي موجودة في القاموس، هاي موجودة في القاموس. كملت كملت سكول مش موجودة أنا عندي في القاموس. إيش بروح بسوي؟ الليكسيكون اللي هو الفوكابلري أنا بقصد فيه يعني حسب التاسك تبعتك. يعني مثلا انه انت عندك مثلا speech recognition فبتروح انت بتاخد يعني قاموس لكل يعني انه مثلا كل المفردات المستخدمة في الغالب في الاخبار تمام، فبتروح تعمل منها قاموس. بالضبط. انت في عندك مثلا دومين تاني انت بتشتغل على مجال الترجمة، والترجمة في مجال الرياضة، فبتروح تاخد كل المفردات المستخدمة في الرياضة، الملاعب، التحكيم، ضربة الجزاء، مش عارف أبصر إيش، كذا كذا كذا، بتروح تسردهم زي هيك وإنه أنت بتثبته تمام؟ الآن بتيجي نيجي لأنه أنت بدك يعني إنه أنت ترينينج في الماشين ترانسليشن، مش ترين في الماشين ترانسليشن، بده يتعامل مع اللانجوج موديل. هجيت في اللانجوج موديل إحنا ثبتنا الفوكابلري، اجيت دورت لقيت انه هاي الكلمه موجوده موجوده موجوده، اجيت عند سكول لقيتها مش موجوده. فايش بتسوي في النورماليزيشن؟ بتعمل زي هيك وهذه بتستبدلها ب استبدلت الكلمه هاي. بالضبط يعني انه كملت العادي، وبالتالي بتروح بتكمل تريننج عادي وبتتعامل معها يعني بتحسب لها بروبابيليتي عادي يعني زي كانها كلمه معينه تمام. وعند الديكود اجينا نعمل ديكود، والديكود هذا مثلا زي ما ذكرت لك مثال الدور، اجينا دورنا في الفوكابلري ليست مش موجوده هذا، فبالتالي كيف بدي احسب البروبابيليتي تبعتها؟ بروح بتعامل معاها نفس الفكره، بروح بدخل بحسبها في البروبابيليتي انه في الاستيميشن انه نفس الكيفيه. صحيح 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 نفس الاشي نعم صحيح. بس هنا انه انت لو انت ده يعني دخلت انه بتختلف حسب السياق، لانه انت لما دخل الكونتكست في الموضوع يعني هنا اليو ان كي ممكن تيجي هنا في هذا السياق to the school every day تمام، ذا ممكن تيجي انت عندك انه الكلمة هذه انه شغلة تانية. فبالتالي انت لو مدخل في اللانجوج موديل عندك الكونتكست لا ممكن انه هو يعني البروبابيليتي انه ككومباينيشن بتختلف حسب السياق، لكن لو انت بتتعامل يونيجرامز بتطلع نفس الشيء. صحيح. وكأنه أنت بتعمل إدراج لهذه الكلمة، وكأنه أنت بتكبر القاموس تبعك، وكأنه بتكبر الفوكابلري تبعك. هجيت الفوكابلري أنه أنت تخليه ليميتد، هذه شغلة كتير مهمة. يعني أنت عندك هنا في الجوجل أسيستنت لما أنت تيجي لو كان الفوكابلري ليميتد بيسرع في السبيش ريكوجنيشن، لكن لو أنت خليته مفتوح يعني أنت افترض أن الفوكابلري تبعك 10,000، قارن البرفورمانس بأنه يكون الفوكابلري 20,000. الديكود تايم للسبيش في القاموس تبع العشر تلاف قول بياخد 3 ملي سكند، هناك ممكن ياخد 40 ملي سكند، بيفرق كتير. فبالتالي انت مضطر انه انت تخلي الفوكابلري تبعك ليميتد، يعني انت بدك تكبره تزيد الكفرج تبعه اي نعم بس لحد معين،
بحيث انه ما يتاثرش البرفورمانس. بعد هيك اذا انت صرت تتعامل معه يو ان كي 1 يو ان كي 2 وكانه انت بتكبر الفوكابولري تبعك، لانه اليو ان كي هذه انضافت للديكشنري للفوكابولري نعم للليكسيكون. كيف يعني انه يعطي شيء unlimited؟ يعني قصدك انه انت بتقول انه في الجوجل اسيستنت انه الفوكابولري كبير كبير يعني انه لانه يعني الديكود يعني قد يكون انه ما بيجرى يعني بيصيرش على جوالك ممكن هو بالضبط انه بالضبط على الباك اند. طيب وضحت الـ open والـ closed vocabulary task. احنا هنا يا جماعة بنحكي على task تمام؟ انه انت ما وقفتش على كلمة، انه انت بدك توقف كل decode process عشان انت صدفت كلمة مش موجودة في الديكشنري. يا سيدي اعتبرها unknown وكمل باقي الكونتكست تبعك. يعني زي كأنه باجي بقول لك افتح الباب يا محمد تمام؟ هجيت أنا بدي أوقف الجملة كلها عشان كلمة افت الباب؟ لا، فبعتبر أنه افتح البتاعة يا محمد زي هيك، أنه افتح أي حاجة يا محمد هيك اعتبر لي إياه. فبالتالي بطلع لي الجملة كاملة، ولو الكلمة هذه فيها ايرور مش إشكالية. وهذا الاشي انت بتشوفه في جوجل، انه انت يعني حدا جرب يا جماعة يعمل ديكتيشن باستخدام جوجل، ديكتيشن اللي هو انه انت تمليه. انا بالنسبة لي مش سريع في الكتابة بالمرة، يعني انا بكتب الايميلات تبعتي انا كلها بملي جوجل. يعني السلام عليكم كذا 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 كله زي هيك تمام. ايش بضل؟ بضل انه هو بعمل ديكود كله بضل بعد الكلمات انا بعدلها جزء. هيك اسهل لي. مش هو اسيستنت يعني زي كأنه انا عندي سكرتير بملي تمام. فهو في كلمات ما عرفهاش بروح بطلع لي اياها اي كلام وهي اللي بعدلها زي هيك. طيب صحيح. هجيت بدي ارجع اذكرك في موضوع التست الداخلي والتست الخارجي. لانجويج موديل تبعنا كويس ولا لا؟ صح؟ طيب هجيت انه افترض انه انت عندك في التست ديتا في كلمة مش موجودة في الترينينج، البروبابيليتي تبع يعني في البربلكسيتي في الحساب تبعها حتنضرب كل الحسابات لأنه البروبابيليتي زيرو. مش أنت بتستخدم اللانجويج موديل في البروبابيليتي استيميشن؟ تمام. مش أنا عملت الزيروز حالتهم حالتهم عن طريق سموثينج واحدة من الطرق. احنا كم طريقة أخذنا؟ ثلاثة. سموثينج والباك اوف والانتربوليشن. تمام. اجل انا حلل مشكله الزيروز. صحيح. هذا في التست الداخلي. تمام. الان بنيجي للتست الخارجي. التست الخارجي بايش بيكون مربوط؟ بتاسك معينه. ايش ممكن تكون؟ ماشين ترانسليشن، سبيش ريكوجنيشن، ايش كمان؟ سبيل ايرور كوركشن، اي حاجه، اي تاسك. هجيت هاي انت بتبني موديل من مصلحتك انه انت تثبت الفوكابولري. يعني يعني مستحيل تخلي الفوكابولري اوبن في السبيش. لازم تثبت الفوكابولري. ليش؟ لانه انت لازم يكون في عندك فونتايزيشن لكل الكلمات.
مش احنا حكينا انه في السبيش انه انا في عندي اكوستيك موديل ولانجويج موديل و ديكشنري تمام. حكيت الاكوستيك موديل اللي هو النموذج السمعي تمام، والديكشنري هو انه يعني الـ الكلمات هذه هي عباره عن الفيتشرز تبعتك اللي انت طلعتها من الصوت. يعني انت الويف ساوند انت طلعت وصلت معك ارقام، حكيت الارقام هذه من خلالها انه انت الديكشنري هذا عباره عن مقاطع صوتيه زي هيك. حكيت هذا منفع يكون لا نهائي، لا بده يكون ليميتد تمام. وانت في الماشين ترانسليشن انت عندك بده يكون حاجه اسمها فريز تيبل. في الماشين ترانسليشن بده يكون في عندك حاجه اسمها فريز تيبل ايش الفريز تيبل؟ انه انت عندك هاي السورس وهي التارجت، انه والله هذا الفريز هاي ترجمته في التارجت لانجويج. صباح الخير، ترجمتها صباح النور، اهلا ويلكم، مش عارف ايش، ابصر ايش الى اخره. هل لقيت هذا لا نهائي ولا محدود؟ محدود. ما انت بدك تدخل نص وانه انت بدك تطلع ترجمته، فبالتالي انت مضطر انه انت تثبت الفوكابلري تبعك، لانه الموديل تبعك انه كل ما كبرت ببطأ الاداء تبعه، وخاصه اذا انت بدك تستخدمه في اجهزه موبايل او بدك تستخدمه في اجهزه انه انت بدك تعمل ديكود للصوت او للترجمه بشكل سريع، فبالتالي انت بدك تثبت الفوكابلري. هي بدك تثبت الفوكابلري معنى ذلك انه انت يعني بدك يصير في عندك حاجه اسمها اوت اوف فوكابلري. ايش يعني اوت اوف فوكابلري؟ انا اجيت حكيت لك افتح الهونولولو، اجيت طلعت في الفريز تيبل مش موجود، خلاص اوقف الترجمه، اعتبر الهونولولو اي حاجه، وزي ما المثال زي مثال السبيش، خلاص ما توقفش الجمله على الكلمه هذه. الجمله هي عباره عن افتح حاجه يا محمد، فبالتالي خلاص اتعامل معها انه البروبابيليتي تبعتها unknown word بالضبط، وكمل التاسك تبعتك. فبالتالي الاوبن والكلوزد فوكابلري احنا بنركز فيها في التست الخارجي، انه بتكون لما نحن نتعامل مع التاسك، اما هذيك الطرق في التست الداخلي بالضبط. تمام؟ طيب نجي الآن لنقطة مختلفة اللي هو الويب سكيل انجرام، معنى ذلك انه احنا لما نتعامل مع لارج كوربس او هيوج كوربس، هل التعامل مع اللارج كوربس او الهيوج كوربس مثل التعامل مع كوربس انه تكون يعني متوسطة او صغيرة؟ لا، انت تعال ارجع تطلع هنا على الكاونت هنا، ايش عندك؟ 800 500، حتى بعد ما عملت لها سموثينج هنا 800 600 82 42 فريكوانسيز، لكن بينما لو كانت الكوربوس انت عندك هيوج فيها ملايين الدوكيومنتس، قديش بتتوقع انه ممكن تكون الكاونتس هذه؟ اعلى بكتير، اعلى بكتير. فبالتالي الفريكوانسي تبع الكلمه ممكن يكون انت عندك اقل كلمه الفريكوانسي تبعها 3000 بالضبط. فبالتالي ايش ممكن تسوي؟ ما دام انا عندي الداتا هيوج، بروح بعمل برونينج، بروح بحسب الانجرامز فقط لا الكاونتس اللي اكبر من ثريشولد معين.
يعني انت على سبيل المثال افترض انه انت عندك huge corpus تمام very huge والكاونتس انت عندك بالالفات تبعت الكلمات وصادفتك انه انت في عندك كلمة الكاونت تبعها 5 هل الخمسة مقابل الالفات هدول انه بتزن شيء معين؟ لا طبعا فبالتالي الاحسن انه انت تعملها discount discard عفوا بالضبط بالضبط يعني خليني أضرب لك مثال في الكوربس المتوسطة في الكوربس المتوسطة إنه أنت عندك يعني فرضا على سبيل المثال عندك كوربس فيها جيت قلت إنه عشان أنت عندك دايمنشنالتي عالية قلت كل الكلمات اللي تكرارها أقل من 3 بدي أعملها ديسكارد فبالتالي ممكن البروبابيليتي تبعتك انه كلام ويج موديل بيكون انه حجمه كتير كبير لا بتخلص بشكل كبير انه انت عملت ديسكارد لكل الكلمات اللي الفريكوانسي تبعها اقل من 3 يعني افترض انه انت عندك 10,000 دوكيومنت تمام وكلمه مذكوره في ال 10,000 دوكيومنت هدول بس 3 مرات إلها وزن لا فبعملها ديسكارد في غيرها كتير هذه الكلمات نفس الحاله في غيرها كتير كلمات تانية برضو التكرار تبعها 3 فبالتالي انت بتقول الاقل من 3 بدي اعمله ديسكارد هنا كيف ممكن انت تستخدم طريقة الهولد اوت هذه انه انت يعني تختار الثريشولد هذه بناء على اللي بتعمل لك ماكسمايز للبروبابيليتي استيميشن على الهولد اوت ديتا فبالتالي مره بتجرب انه انت تعمل ديسكارد لاقل من 3 لاقل من 5 لقيت انه البروبابيلتي استيميشن تحسن لاقل من 7 10 100 1000 بعد ال1000 مثلا لقيت انه بدا ينزل الاستيميشن البروبابيلتي استيميشن لا خلاص انه بتوقف صحيح بدك تعمل وورد كاونت قبل ما انت بالضبط كل ايش صحيح بالضبط بس انت متى ما حددتها بتصير في عملية السيرش بالضبط انت مدام ثبتها بالضبط بالضبط فبالتالي انت بتزغر الموديل تبعك يعني ممكن تستخدم 8 او 4 بيتس بدل ما تستخدم 8 بايت فلوت عشان تحسب البروبابيليتي لانه انت ممكن تكون في عندك بروبابيليتي 0000000 مش عارف ابصر قديش مش هدول كلهم لازم يكون مجموعهم واحد فكيف بده يكون انه مجموعهم واحد يعني وعندك مئات الالاف من الكلمات فبالتالي كل واحد بده ياخذ سمول اماونت من البروبابيليتي لا قص اعمل برونينج تمام فبالتالي هي على الافيشنسي اكثر فبالتالي نفس المعادله احسب لي البروبابيليتي استيميت او احسب لي الكاونت اذا الكاونت اكبر من ثريشولد معينه تمام يبقى هنا الستيوبيد باك اوف انه هاي المعادله انه اكبر من زيرو فبالتالي بدك تطلع على كل فريكوانسي عشان هيك بنسميه ستيوبيد باك اوف او ممكن انه تثبت هاي تقول انه مثلا على سبيل المثال اذا كانت انه الكاونت هذا اكبر من 10 او 100,000 او 10,000 او اي شغله من هذا القبيل تمام يبقى كملخص احنا اخذنا الاد وان سمو ثينك ممكن يكون مفيد في التكست جنراليزيشن ولكن مش في اللانجويج موديلنج في التكست كاتيجورايزيشن اللي هو الكلاسيفيكيشن وان انت تصنف الموضوع هذا رياضه ولا اقتصاد ولا زراعه ولا ايش بالضبط تمام
أما أكثر الطرق المستخدمة تمام إنه أنت تستخدم الانتربوليشن وفي اللارج أنجرام كوربس إنه أنت تستخدم الستيوبيد باك أوف إنه أنت تعمل برونينج وديسكاونت تمام. هيك بنكون خلصنا جزئية اللانجوج مودرينج. ضل جزئية الأدفانس لانجوج مودرينج هذه عفوا الأدفانس سموثينج هذه مش مطلوبة منكم تمام. ضل جزئية الأدفانس لانجوج مودرينج إن أنا في عندي لانجوج موديل تحت مسميات معينة زي ايش مثلا discriminative models. ايش الغرض منها هذه؟ ان انا بروح بختار انجرام ويتس اللي بتعمل لي امبروف لتاسك معينه مش اللي بتعمل لي فيت للتريننج سيت. معنى ذلك ان انا بركز على التست الخارجي اكثر تمام. parsing based models ايش مفهوم البارسينج؟ اعراب. اعراب بارسينج احنا عينا هنا في الـ NLP اعراب. ايش الاعراب؟ هذا فعل مرفوع بكذا، هذا مفاعل كذا كذا كذا، ونفس يعني نفس الشيء. فبالتالي انه بتكون موديلز مبنيه على الاعراب. الكاشينج موديل، الكاشينج موديل انه بنعطي ويت اكثر للكلمات اللي ظهرت في الاخر او اللي تم استخدامها في الاخر. فبالتالي هو بتطلع على انه ايش البروبابيلتي تبع الوورد جيفن هيستوري معين، وهذا مستخدم في السيرش انجن. في السبيش ريكوجنيشن البرفورمانس تبعه اكيد راح يكون سيء لو استخدمنا شغله زي هيك، لانه في السبيش ريكوجنيشن احنا ما بنعتمدش على الهيستوري. يعني في فرق بين الهيستوري والسياق. الهيستوري اللي هو زي الهيستوري تبع السيرش تبعك مثلا على سبيل المثال، انه انت بتدور كل مره بتدور 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 تمام. فبالتالي انه الكلمات اللي بعمل لك في لها سجيشن بيكون بناء على الهيستوري اللي انت دخلتها تمام. هيك بنكون خلصنا جزئيه اللانجويج مودلينج، وهي الجزئيه زي ما ذكرت لكم مش مطلوبه منكم. في أي سؤال؟